السلام عليكم ورحمة الله، كيراكم حبيباتي غاية؟ الحمد لله. ومرحبا أيضا بالمتتبعين الجدد. اليوم عندنا خياطة باغيغ دو دغا تاع عروسة، هذا الفلور تاع القلوبة. شوف ما شاء الله، هذا القماش وكوتون، نوعية شابة، يدير 35 متر. هذا جبنا منه 3 مترات ونص. وعندنا هذا الأوني ايضا جبناه في اللون الاحمر، جبنا 3 مترات ونص، دير 24 ميل. وكل منطقة وكيفاش تبيعه. اليوم غادي نوريكم للمتتبعات، عفوا للمبتدئات الجدد، كيفاش نفصلوا دغاؤوس، وبالطبع الخياطة الانجليزية فليكوان، باش تجينا الخياطة متقنة ومفينية. تابعوني ما تروحوش. عندنا دراوس 2 مترات و30، هذا مقياس ستاندر. غادي ناخذ مربع، هاي الجهه المفتوحه، دائما نشوف الجهه، نطول القماش على 4. شوفوا هاي الوحده 2 3 4، في الجهه المفتوحه نديروا القماش وهو متساوي. غادي نبدا نميطو وناخذ 25 سنتيمتر، من الجهة هذه أيضا 25 سنتيمتر، ونعينو نقطة، نعينو المربع تاعنا، نعينو نقطة كذلك، هنا نقطة، نربطوه بالمسطرة ونمقصوه، نمقصا ونرجع لكم. ها هي النتيجة بعد ما فصلنا القماش. الآن غادي نروحو نخيطو بالطريقة الإنجليزية، وهي طريقة وريتها لكم في الفيديو السابق. غادي نعاود مرة أخرى نخيط معكم بهذه الطريقة ونشوفو النتيجة. لاحظوا الآن هذا الظهر وهذا الوجه تاع القماش. غادي نديرو الظهر على الظهر ونخيطو الخياطة تاعنا على الوجه بمسافة 0.5 ملم. ها هي الخياطة تاعنا. غادي نقلبو القماش، لاحظوا الخياطة، ها هي غادي نقلبو القماش. شوف هذه الطريقة تسمى بالطريقة الإنجليزية، باش هنا الخدمة تاعك تكون فينية، اللي ما تكونش عندها آلة السرفالة. شوف هاك نديرو خياطة، لاحظوا ها هي الخياطة تاعنا كيفاش جاتنا متقنة. دوك نوط هاذو الزوائد، شوفو لافينيسيون، نخيط الجهات الأربعة نرجع لكم. حبيباتي شوفوا الخدمة تاعنا، شوف ها هو الوجه تاعه وها هو القفا، راها مفينية. الآن غادي ندو، جيبو الميط ونعبرو منا 30 سنتيمتر ومنا 30 سنتيمتر، باش نديرو لاستيك تاعنا. شوف من لهنا لهنا هاي 30 سنتيمتر، عينو نقطة ونعينوها منا، خاطش علاه غادي نديرو منا لاستيك باش تبان لنا ها هي النقطة. شوف اوكي، ها هي النقطة تاعنا. وفي الجهة الثانية هذه نديرو 30 عند الخياطة هنا، 30 سنتيمتر للأطراف الأربعة. عندو هنا مخيطين باش نديرو لاستيك تاعنا، نجيب لاستيك ونفوتو في الماشينة نخيطو. هاو لاستيك، هاهي النقطة تاعنا. شوف المبتدئة المحترفة تعرف، نحطوه هنا، هاهي 1 سنتيم، نديرو الطوية الأولى هاهي، من بعد الطاوية الثانية، ونديرو خياطة هنا نثبتو لاستيك به باش نقدو نبدو. شوف هاي بالسياسة غادي نبدا معاكم، شوف نثبتو باش لاستيك تاعنا ما يهربلناش. اذا شوف ها هي، ها هو غادي نجبد هذا لاستيك، نجبده والخياطة نديرها هنايا في الطرف. شوفوها ونبدأ،
لاحظوا غادي نزيد نعاود لكم باش تعرفوا. غادي نجبد لاستيك، شوف هاك ما نجبدش بزاف، شويه ونبدا الخياطه. هنا ما نخيطش على لاستيك، نخيط هنا على القماش. لاحظوا النتيجه تاعنا، شوف شتو لا فينيسيون، شوفوا ها ما كان خيوط ما كان. نعاودو اللي حاب دير مشروع تاع باغيغ دو دغا. هذا الصيف يوالم العرائس، يوالم ربات البيوت، مشروع مربح وناجح. وصلنا لهذه النقطة، نجبد الكتان نخيط، وكي نجي هنا ندير بوان داغي باش لاستيك تاعنا ما ي... هنايا بخياطه وهي ندير العطفه الاولى والثانيه ونخيط، وكي نجي للكوان الثاني ايضا ندير نفس العمليه ونواصل. بعد ما خيطنا لاوس تاعنا وشفنا الطريقه تاعها، الان عندنا المقاس تاع المخده اللي هو كالعاده عندنا هنا طول 72 سنتيمتر على 52 سنتيمتر. بعد ما نخيطو باش يجينا المخده سوا سوا. هنا درنا لها السحاب ودرناها الطريقه شحال من مره تركيب السحاب. الان نديرو الوجه على الوجه، نديرو الوجه على الوجه ونثبتو بليزيبانك ونفوتو عليها كاع بالخياطه ونقلبوها ونديرو الاطار تاعنا تاني على مسافه 2 سنتيمتر. نخيطها ونرجع لكم. كيما خيطنا كيما قلت لكم ها هي النتيجه تاعنا، ها هو الاطار، ها هو السحاب تاعنا، شوفوا طريقه مفينيه. خاصنا الحداد، ما تنسوش حباباتي كل ما تخيطوا الحديد باش على الكتان تاعكم يجي واقف ويجي باين. ما تنسوش الحديد، الحديد ناكد لكم عليه باش تجي خدمتكم متحوفه وشابه. ها هو خدمتنا، ومازال باقي لنا الدرا والمخا تاني زوج ونواصل. ساي كملنا الاوس والمخات، الان غادي نوريكم طريقه خياطه الدرا الفوقانيه للمبتدئات اللي يعرفوا وما يعرفوا كيفاش يخيطوا. الان غادي نوريكم طريقه محترفه ومفينيه. شوفوا هذا وجه القماش، دائما تبعوا الوجه الرشمه وين يجي. اما هذه الفوق، شوف هذا الوجه، نطول القماش على القماش على الوجه ونديروا خياطه هنا على مسافه 1.5 سنتيمتر. ما نوصلوهاش حتى لهنا، لا خلو 1 سنتيمتر باش نقلبوا للجهه الثانيه ايضا. ديروا كي من هاك، تابعوني للمبتدئات. الوجه على الوجه نقلبوه، هذه الجهه الفوقانيه دائما ديروها عريضه، مسافه 8 سنتيمتر الى 10 سنتيمتر. خليت مسافه 1.5، غادي نبدا الخياطه. نتوقف، خليت مسافة 1 سنتيمتر. شوف غادي نقلبو، لاحظوا الخياطة للداخل، تجينا خدمتنا مفينية. الضربات غادي نديرو الكفة، 1 هاك 2 سنتيمتر ونديرو كفتنا. اما هذه عندنا دخلوها هنايا،
ونديروا العطفة تاعنا. هكذا تجينا خدمتنا نقية ومتحوفة. لاحظوا هنا غنديروا لا فينيسيون في هذا الكوان. شوف هنا نطاوين طاويه الاولى والثانيه، نديروا مثلث هاك، نديروا الطاويه الاولى ثم الثانيه، شوفوا نتحصلوا. شوفوا خدمتنا فينيه ونقيه، شوفوا لا فينيسيون هنايا. نكمل الخياطه ثم نعود. ها هي نتيجه العمل تاعنا دراوس اللي خيطناها بالطريقه الانجليزيه. شوفوا لا فينيسيون، تحصلنا على فينيسيون تاع بلاستيك. عندك شوفوا بلاستيك المخده اللي خيطناها، خيطتها معكم. نفس الشيء بالنسبة للمخدة هذه، ما بغيتش نعاود نطول لكم الفيديو. شوفوا النتيجة، شوفوا اختاريت القلب باش يجي في الوجه، وهي السلسلة من السحاب. شوفوا تنحل بسهولة، والذرة تاعنا شوفوا ها هي العطفة، هذه الجهة الأمامية تاع الزدر. شوفوا شوفوا الكفة، أيضا لوكوان، طريقة اللي تابعناها طريقة صحيحة باش تجيكم الخدمة تاعكم متقونة. بالنسبة لي عفوا لي جوتي، هو من قماش أونتيتاش، قلت من قماش أونتيتاش. دينا قياس 40 على 40 سنتيم، راني حاطة الفيديو تاعه في صندوق الوصف. وهذا هو النتيجة تاع العمل تاعنا، ونتمنى انه يعجبكم. ما تنسونيش بالابوني واللايك والتعليق الايجابي، والسلام عليكم.